بعد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة بضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم لازيو بوسط إيطاليا وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين أعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن خالص تعزي وصادق مواساته لفخامة رئيس جمهورية إيطاليا ولأسر الضحايا والشعب الإيطالي الصديق متمنيا جلالته للمصابين الشفاء العاجل كما بعث عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية مماثلة إلى معالي السيد ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي ضمنها جلالته خالص تعزي وصادق مواساته في ضحايا الزلزال